طبعا انا اؤكد للاخ عباس واظن اعطاه الجواب الكافي، ان اولا من منطلق حركه رشاد، وهذا من فقط مقترح نعاود بصيغه اخرى للكلام اللي قال وتفضل به، انها تحرص على استقلاليه الحركه ماديا. وعندما تقول استقلاليه انها لا تاخذ من جهات قد تكون لها حسابات، لان نحن اذا نعيب على نظام جزائري مستحوذ، هذا استحواذ، بل سطو، مو استحواذ، سطو على أموال الجزائريين، ويمن يعني مستخدما تلك الأموال على الجزائريين، فكل شيء اللي يندار في الجزائر هو ببركة النظام. أنا أعطيت لكم، راني وكلت، راني زدت الأجور، راني بديت لكم طريق، وكأنه ينفق من جيبه، بينما هذه أموال الشعب. لكن كثير من وسائل الإعلام وأبواق النظام دكتور دينا تقول بأن هنالك جهات تمول حركة رشاد وقناة رشاد. والله شوف، نحن نعتبر أن من حق كل وسائل الإعلام، وهذا ممارسة الحرية، أن تتساءل، لأن حتى بالنسبة لنا أن من حق الإعلامي أن يطرح هذا السؤال ويبحث، يبحث ويمشي ينقب ويشوف، وكما يقول ينحي حجرة ويشوف كاين تحتها فيتفضلوا، يعني إحنا ما عندناش إشكال. اللي حب يبحث في 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 السلوك الخاص تاع اعضاء رشاد، في ممتلكاتهم الخاصه، في الحركه، يتفضل، المجال مفتوح. اما نحن نقول بكل اطمئنان ان اموال حركه رشاد من مناضلي حركه رشاد ومن الجزائريين. يعني احنا عندنا مبدا لن نحيد عنه باذن الله، لان هدفنا سياسي في الجزائر، لا يمكن ابدا ان نقبل من مال خاص او عام. يعني قدوة جينا الدولة ولو تقولنا هاكم تفضلوا خذوا مال ومشروعكم، قلهم لا بارك الله فيكم، احنا جزائريين، مشروعنا مع الجزائريين، كما قال أخ عباس قادرين 20% نمشي بمئة دينار إلى هذا المسافة نمشي. ولذا قلنا حتى أداء القناة، قناة رشاد، لابد أن يجعلها الناس في إطار الممكن. احنا ما راش نيتنا أن نفس الجزيرة ولا حتى التلفزيون الجزائري، حصة واحدة لينتجها تلفزيون يعني بمعنى الكلمة، بمراسلين، بمصورين، قد تكلف مئات الآلاف من الدولارات واليورات، هذا احنا ما عندناش هذا المستوى. فلذلك احنا راح ننتج قدر إمكاناتنا، لكن القيمة الزائدة على رشاد ما هي؟ هي مفهوم الحرية، لأن القناة الجزائرية احنا نقولوها الجزائري بكل وضوح، ما يفوت فيها وما يتكلم الإنسان الكلام إلا اللي يرضى عليه ديوان المخابرات أو فقامة الرئيس، هذا هو. وإحنا هذا نتحدى النظام الجزائري، إحنا عارفين أننا ممنوعين من استخدام القناة الجزائرية، أما هم يتفضلوا إذا حاب غدوة سي بوتفليقة يجي يفوت في قناة رشاد ويناقش أعضاء رشاد ويفضحهم إذا بشيء إذا عنده يتفضل، إحنا ما نمنعلوش الباب. إذا حاب سي توفيق مدين يجي يكلم الجزائريين ويقول لهم أنني عندي أدلة على تدين حركة رشاد في ولائها وفي تمويلها يتفضل، لكن هذا هو الشيء اللي حابينه. كل الجزائريين إلا من أبى بدون شرط وقيد، حتى إنسان يحب يجي يقول أنا عندي زي ننتقد حركة رشاد يتفضل. فلذلك أن احنا عندنا الشفافية، وليس لدينا ما نخشاه من أن يكشف أي شيء. اللي راه يدعي أن رشاد عندها تمويل أو كذا، سواء بحسن نية أو بسوء نية، يتفضل. احنا قلنا ما لدينا، كل شيء مفعول بمقدراتنا الخاصة، والأخ عباس نعود نكرر قال منذ 4 سنوات والناس تدفع من جيوبها، والحمد لله، لأن الجزائريين قادرين لو كان جاءوا عندهم هدف وعندهم يعني منارة يمشوا عليها، قادرين بأموالهم يمشوا مشاريع كبيرة تحل مشكلة السكن والنهوض الاقتصادي والمؤسسات الفكرية والتعليمية، لكن النظام لا يقبل بذلك، لأن النظام إذا فقد هذاك المن نتاعو على الشعب وش قالوا من مبرر؟ إذا كان مش هو راح يتكرم على الناس في الحج وفي السكن وفي الطريق وفي البطاطا وفي الحليب، هذا النظام يولي يحاسب. فالنظام الجزائري لا يقبل بهذا النمط، فلذلك احنا نتحدى حتى في هذا النمط الذي نريده فهذه الأداة الإعلامية في كلامها، في تمويلها، في تسييرها ستكون حجة على النظام المنحرف في الجزائر. دكتور دينا، إذا أردنا إغلاق ملف التمويل من فضلكم، هل هنالك جزائري أو جماعة من الجزائريين
يمتلكون نصيبا من الأسهم في قناة رشيد أكثر من غيرهم، 5%، 10%، 50%، 51%، باسكو نقاشات كثيرة على الإنترنت تدور حول هذا الأمر. ما حبذا لو تعطينا أنا. والله أخي عباس قال كريمة جد موفق فيها، قال يعني قد قيل وسيقال أكثر. نرى مازال جي أشياء إحنا عارفين يعني عنا أشياء. وبالفعل يعني أنا رأيت بأم عيني يعني في الإنترنت أشخاص يقولون أنا عندي 50%، واحد عندي كذا. هو لأن رشيد ما هي شركة، ما فيهاش أرباح، هذه فيها خسران. اللي يجي في رشيد مرحبا أنك راح يخلص من جيبه. اللي حاب يدخل رشيد ويشارك في قناة رشيد ولا عضو في رشيد راح يصبح مناضل ويحط نصيب من دخله الشخصي. أما هذا اللي يقول عندي 50 و60 لكذا، قل له إحنا ما عندناش كلام معك، يعني هذا ما هوش هذا مجال كلامنا. فأطمئن كل إخوة أن مجال رشيد هو مجال بذل وإنفاق من المال الطاهر إن شاء الله، لأننا حتى إحنا نسعى، يعني مش أي واحد يجيب لنا مال نقبله، يعني لأن قد تكون حتى فخ، إحنا عارفين ممكن يجينا واحد أنا جزائري وحب رشيد وكذا كذا، لكن يدير لك فخ آخر. فإحنا كذلك نتريث ونقبل المال اليسير الحلال من حتى المال الكثير الذي نشك فيه. فلذلك ما في عندنا ولا حد عنده 50 لا 60، لأن ما فيش أرباح وما فيش أسهم فقط.